مساء الخير، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، اسعد الله مساكم. النهارده الحلقه بتاعتنا هتكون عن التربيه اللي المفروض تكون صحيحه في كل بيت، وهنتكلم على صراعات ما بعد الطلاق والصراعات ما قبل الطلاق. والحقيقه قبل ما ابتدي كلامي كنت عايزه بس اقول انه الام هي العمود الاساسي، يعني هي العمود الاساسي في التربيه السليمه، وفي نفس الوقت الام هي اللي بتنشئ أجيال مستقيمة، أو هي اللي بتنشئ أجيال منحرفة. وزي ما تعودنا وزي ما معروف إنه الأم هي مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. النهاردة هيكون معايا دكتورة منى شاكر، وهي في الحقيقة أخصائي نفسي وتعديل سلوكي وإرشاد أسري، وحابين نتكلم عن حاجات كتير خاصة بالتربية الصحيحة للأطفال وللشباب. وطبعا احنا كنا عارفين ان الاسبوع اللي فات الدنيا كلها كانت مقلوبة بسبب قضية اثارت الرأي العام، وده برضو القضية دي فاعلها نتيجة خلل اسري وخلل في التربية. مساء الخير، ازيك دكتورة منى؟ نورتينا وشرفتينا. مساء النور، ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله، الشرف ليا. ربنا يخليكي دكتورة. النهاردة عايزين نتكلم على مشاكل التربية الأسرية في الأسرة بين الطرفين، في الوقت اللي هو يعني ممكن ما يكونش فيه انفصال، وفي الوقت بعد الانفصال. بصي حضرتك، هو الوقت اللي ما فيهوش انفصال دي بتبقى كارثة، يعني بما ان الزوجين مرتضين الحياة مع بعض ومكملين، وفي ثمرة للزواج ده من أولاد، وبيبقى فيه عيوب بقى في التربية ومشاكل والكلام ده، يبقى هما فاقدين روح الحوار، فاقدين الاتفاق في التعامل علشان يوصلوا ده للأولاد. تمام. لما بيكونوا الاتنين مع بعض في البيت وكل واحد في اتجاه، مش عارفين، مش حاطين أسس للتربية، وهي في مأساة أكبر إن التربية بتورث. يعني الأب والأم بيخرجوا من البيت بالعادات والتقاليد والقيم وأساليب التربية اللي هم اتربوا بيها، بينقلوها للبيت بتاعهم. كل واحد عاش فترة زمنية ما بين 20 لـ25 سنة مع أهله، بيكتسب منهم طريقة التربية، بيتربى بالأسلوب ده، بيشوف والده بيعمل والدته إزاي، بيشوف لو كان عنده أخت بنت بتتعامل إزاي، أخ ولد بيتعامل إزاي كبير، فبينقل الصورة دي. حتى لو كان هو في عنده نوع من المعاناة أثناء الفترة دي من حياته، فمن المأساة اللي بتلاقيها إن هو بينقلها بعيوبها لبيته ولأولاده. يعني لو كان بيشوف إن الأم بتعاني من أسلوب سيء في التعامل من الأب، بينقلها، بيعامل زوجته بنفس الطريقة. زوجته أو بنته، لو بنته كانت حقوقها مش مأخوذة، في عدم تفاهم، في عدم تواصل كافي، بينقل الأسلوب ده لبنته، فبالتالي ابنه بيتعلم. طيب دكتورة، هل الأساس في زبزبة الشخصية عند الطفل أو عند الشاب أساسها متوقف على الأم ولا على الأب؟ يعني هبسطها بشكل أبسط. يعني إحنا كنا بصدد مشكلة حصلت الأسبوع اللي فات، إيه اللي يخلي شاب في مقتبل العمر ممكن يطلع مستهتر أو يطلع منحرف لدرجة أنه ممكن يرتكب جريمة كبيرة تضيع مستقبله وتضيع عمره؟ هو ده حضرتك، شخصية زي دي اتربى على الاستهتار من البداية. يعني اتربى على اعمل اللي انت عايزه، فانت ولد في الاخر، وانت حبيب ماما وبابا، يقدر يخرجك من كل حاجه. ولذلك من منذ البدايه في التربيه، لو الولد كسر حاجه انا بتناقش معاه وبفهمه، لو هو لسه في سن مش ما فيهوش نقاش، بفهمه ان دي مسؤوليتك في الوقت ده، انت ماسك دي امسكها بالراحه، انقلها من هنا لهنا بالراحه، ما تجريش وفي ايدك حاجه، بزرع فيه بذور تحمل المسؤوليه. تمام. لكن ان انا طول الوقت انا اللي بداري من وراه، انا لا اتكسرت مش مشكله في غيرها، لا ما لكش دعوه انا اللي هعملها، لا كده، طب ما هو بالتالي المواقف بتاعته والتصرفات بتاعته بتكبر، لكن هي المواقف بتكبر، لكن الاسلوب هو اعمل اللي انت هتعمله وانا اللي هصلح من وراك. طب دكتورة، كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال مهم، هل القسوة
في بعض المواقف أو في بعض الأوقات من قبل الأم تجاه طفلها أو طفلتها مطلوبة في بعض الأوقات أو مش مطلوب قسوة تماما؟ بصي حضرتك، هي القسوة مرحلة من مراحل التربية. تمام. أنا ابني بيبقى صغير أو بنتي بتكون صغيرة، أنا لسه بعلمهم، هم مش مولودين متعلمين أي حاجة. تمام. أنا المدرسة بتاعته الأولى، بعلمه ايه الصح وايه الغلط، بيمر بمواقف، بيعمل حاجات مهما كانت بسيطة. لو ابني وانا قاعدة بيلعب في الورد ده مثلا، افهمه ان ده بيبقى موجود علشان الزينة، هزعل منك لو لعبت فيه علشان انا بحب اشوف وبابا بيحب يشوف، لما يجي لي ضيوف اشوف، افهمه ايه الهدف من اني ببعد ايده عن ده، فهيتعلم اوتوماتيك ان الحاجة دي مش للعب، مش عشان اوقعها من على الترابيزة، مش عشان، لا هي موجودة في عيني، هتاخد عليها ان هي موجودة. طيب لو الطفل عنيد وتكرر منه التصرف مرة أو اتنين ولجأت الأم للعقاب؟ في هنا بقى هبتدي انا الاول اتكلمت بالراحة، فهمته ايه الصح وايه الغلط. تمام. في مرحلة فيها قسوة، مش شرط عقاب بدني، ده ممكن من نظرة عينيا، من زعلي في الوقت ده من التصرف اللي انت عملته بعد ما نبهتك اول مرة، انت هتفهم ان في هنا زعل، فهي دي القسوة اللي مناسبة لسنه دلوقتي. تمام. لان مش كل عقاب جسدي النتيجة بتاعته ان هو هيبعد عن السلوك المرفوض. تمام. احيانا وفي الاحيان الاكتر كمان العقاب البدني بيرسخ السلوك المرفوض، يعني انت عاقبتيني ووجعتيني، طب انا هعمله تاني. تمام. طيب دكتورة، عايزين نعرف الصفات اللي المفروض تتوفر في الطرف القائم على التربية في المنزل أكتر من التاني. الصفات بمنتهى البساطة، في حالتين، لو أنا متفقة وسعيدة في الحياة الزوجية تمام. وفي مشاكل في الحياة الزوجية. احنا لغاية دلوقتي ما تطرقناش للطلاق. احنا هنخش بقى في الطلاق. احنا متفقين. تمام. الصفات الصبر، المرونة، يكون في سياسة النفس الطويل، تمام. يعني مش بالعياط أو بالصوت العالي هرجع عن قرار أنا أخدته، تمام. أو عن حاجة إحنا متفقين عليها، مش بالتنطيط وعمل حاجات تعصبني هرجع عن اللي أنا عملته. أنا عارفة إن الحياة ضغطها كتير، أنا عارفة إن الأمهات متحملين كتير جداً، لأن يعني للأسف الصفة اللي أصبحت سائدة، وده شيء مؤلم، إن الكثير من الآباء رفعوا أيديهم شوية عن مسؤوليات التربية أو مسؤوليات الأبهات ولا الآباء، الأم والأب؟ الآباء. تمام. فده أثقل الست كتير. تمام. سواء بخروجها للعمل، تحملها البيت والنادي والتمرين، مفيش نوع من أنواع الترتيب. هي في البداية بتحب إن هي تكون البطلة، تحب إن هي تكون هي اللي تتحمل كل ده. فطبيعة الحال وطبيعة الأنثى هي بتتعب، لأن هي برضو ست مهما كان. فمن البداية بيبقى فيه تقسيم، بتزعل جدا في الآخر لما الزوج شايل إيده، طب ما هو أنت اخترتي نفسك، لا أنا هعمل ده وهعمل ده وهعمل ده، طب ليه؟ طب ما هو في ترتيب ما بينكو علشان انت ما تتحمليش زياده عن اللزوم، وتحسي من الطرف الثاني ان هو شايل ايده وبتلقي اللوم عليه. لان بطبيعه الرجل دايما بيحتاج ان حد زي ما تقولي يرسم له نوع من الطريق، من الطريق اللي يمشي عليه. يعني انت مطلوب منك كده وكده وكده، لان لو هي جربت تحمله المسؤوليه في الحاجه دي هو هيتحملها من غير ما انت توصلي للنهايه وتصوري وتقولي انت ما بتعملش وما بتعملش. طب هو هيعرف ان ده تعبك منين؟ اللي هو فقد روح النقاش والكلام وده انا تعبت منه، ايه رايك تعمله معايا، وده مش هينفع علشان الوقت كذا. يعني البساطه اللي هتبسط وتهون علينا الحاجات الكتير اللي بقت في حياتنا والالتزامات الكتير، ان احنا نتناقش ونقسمها ما بيننا وما بين بعض. تمام. دكتورة هناخد اتصال ونرجع تاني نكمل كلامنا. معانا اتصال من أستاذة هايدي من بورسعيد، وقالوا طيب فصل الاتصال، يا ريت ترجعي تكلمينا تاني. دكتورة كنت بس عايزة برضو
أسأل في حاجة. الأم مهما كانت بتربي الطفل من أول ما بيتولد وبتستمر معاه في التربية بكل الطرق، ولكن بيجي في بعض الأوقات إن الأم فعلا بتقف عند حد معين لا يمكن تعرف تتعداه، ويبقى لازم لازم تدخل الأب، وجود الأب يعني أب ليه دور في وقت معين الأم مش هتعرف إن هي تحل دور الأب. أكيد. عايزين نعرف إيه هو الدور ده، أو إيه السن والوقت اللي فعلا المرأة أو الأم بتوقف فيه وما ينفعش بديل غير الأب عنه. تمام. الطفل من ساعة ما بيتولد لغاية هنتفق مع بعض، مثلا لو قلنا بالأعمار 11 سنة وخاصة الولد، يعني الأم دورها مع الطفل في التربية من أول ما يتولد لسن 11 سنة. 11 سنة تمام. هي تقدر إن هي تقول له تعليمات وتقول له، بيبقى قريب منها، مش بيبقى مكسوف، تبقى متواجدة في وسط أصحابه. بيبتدي لسه مش عارف ملامح إن أنا مش هتبع أنثى، مش هتبع كلام ماما ست في الأول يعني وفي مش الآخر، ست هي اللي هتمشيني، أنا محتاج بقى في الفترة دي راجل يقول لي، اعرف من خلاله ازاي اتكلم، ازاي البس. ده سن الظهور بتاعي، اول سن المراهقه، تمام، اللي هو عايز يعرف يقعد ازاي، يمشي ازاي، يتكلم ازاي، يعلق ازاي، يتخانق مع صاحبه في الشارع ازاي. كل دي حاجات هو عايز يكتسبها من راجل زيه. تمام. البنت كذلك محتاجه الاب برضو، هي دور الام مش كفايه بالنسبه للبنت. البنت طول الوقت حتى لما هتبقى زوجة وهتبقى أم وكده، أمها هي الصورة الأساسية بالنسبة لها. لكن احتياج البنت من سن 11 سنة برضو لوجود أب، ده بينسق عندها احتياجها لدور الطرف التاني في حياتها يكون عامل إزاي. طيب هل هتنبهر بأي حاجة بأي حد ولا ليها مقياس؟ مقياس. طب دكتورة، احنا هنا بنتكلم عن وجود الأم والأب الاتنين مع بعض، ودورهم الاثنين لا غنى عن الاثنين في تربية الأطفال. طيب لو احنا وقعنا بقى في الطلاق، ايه هي المشاكل والصراعات التي تحدث بين الأب والأم بعد الطلاق، وايه نتيجتها او أثرها السلبي على الأطفال الموجودين في بيت في طلاق؟ الأثر السلبي على الولاد اللي موجودين في بيت في طلاق، وجود صراع، وجود ان الأب والأم بيتباروا، الولاد هيروحوا انهين اتجاه. هيبقوا في اتجاه الام، فالام بدورها هتعيب الاب، وهتعيب صفاته، وهتعيب عدم تحمله المسؤوليه، وهتعيب وهتعيب. هم مش فاهمين، هم بالنسبه لهم اب، مهما قلتي او كان في سن معين متقبلين كلامك، في سن بعد كده هيقولك اسكتي هو بابانا. صح تمام. وهيضيع كل اللي انت عملتيه. فعلا. الاب طبعا عمره ما هيقدر يتحمل المسؤولية كاملة إلا من رحم ربي. يعني نادرا بتلاقي في المجتمع رموز كملت بعد زوجتها فعلا صح مع هي ممكن تكون الأولاد. ما فيش رموز كملت بعد زوجتها في الطلاق، ولكن في حالة الوفاة. في حالة الوفاة أنا بشوف رجال كتير، لا وفي حالة الطلاق أنا صادفت ناس بعد الانفصال حال أولادهم اتصلح على ايد ابائهم فعلا من غير الام. دكتوره فعلا انا بلاحظ برضو انه في بعض نوعيات من الاسر ان هم لما بيستمروا مع بعض الاطفال بتنحرف وبتتجه اتجاه لسيء اكتر من انفصال الاب والام مع بعض. يعني بيبقى مش في كل نتيجة الاحوال سوء الاختيار. مش في كل الاحوال الطلاق بيبقى مدمر للاسره، طبعا بالعكس، في طلاق بيبقى مفيد للابناء، وفي ناس بتتعدل فعلا وتتظبط في حاله طلاق الاب والام. ده بيعتمد على انه ممكن الاب بيكون سيء، او الاب غير مسؤول، او يعني في ناس تقول لك الام ضل غير راجل مسؤولة. او الام غير او مسؤول. الام غير يعني في مسؤولة. ست تقول لك خلاص بقى انا عايشه معاه وهعمل ايه، ضل راجل ولا ضل حيطه. فانا ساعات ممكن يكون ردي عليها، طب انت بتاذي اولادك، يعني انت بالعكس انت جايبه لهم اب انت بتاذيهم. ففعلا لما بيحصل انفصال الاولاد بتتصلح نفسيتهم أكيد. او حالهم بيتصلح. أكيد. طب دكتوره، عايزين نعرف ان الواجبات اللي المفروض تؤدى من كل طرف، او الطرف اللي هو شال على عاتقه المسؤوليه بشكل يكون ناجح اكتر، وبشكل يكون يعني ظاهر اكتر. تمام. انا بس هستاذن حضرتك، فضل. هنرجع لنقطه الاب لما بيكون حاطط في مخيلته أيوة. الصراع الفظيع علشان الام
عشان الولاد يفقدوا الثقة في بأمهم. الأم. تمام. الأب في رسالة مهمة جدا موجهة لي، أنت تخيرت إن الحياة الزوجية دي مش هتكمل، أو مش هتكمل بناء على عيوب موجودة فيك الزوجة مش قادرة تتقبلها، فأنتوا الاتنين حياتكم انتهت، تمام. لكن صلاتكم بأولادكم مش بتنتهي. تمام. احترم زوجتك، احترم إنك لما تيجي تجيب سيرتها تجيب سيرتها بالخير، لأن هي زوجة ليك ولكنها أم لابنك. هي دي الصورة اللي لما يجي يختار شريكة حياته هيبص لها. لو انت عبت في أخلاقياتها أو عبت في أسلوبها أو كده، هيبقى دايما الولد عنده عقدة إن هو فاقد الثقة في الأنثى، في نوع الأنثى. حتى يعني إلى ما لا نهاية، تمام. فهيكون عنده مشكلة في اختيار شريكة حياته. ولو اختار شريكة حياته هيبقى البيت بتاعه مذبذب. فما تنقلش فشلك لابنك، ما تنقلش فشلك لبنتك، ان هي هتفقد الثقة في الراجل طول الوقت، هتقولك لا انا ممكن ما ارتبطش، ممكن ما اتجوزش، لان انا والدتي حصل فيها انا كده. بشوف دكتوره نماذج قريبه قدامي بشوفها فعلا كده، تلاقي البنات تقول لك لا انا مش عايزه اتجوز انا هفضل كده مامتي اتبهدلت، بالظبط، وفي نفس الوقت الولاد لا انا مش عايزه اتجوز لان ده كل كلهم الستات وكل السيدات كلهم ده نتيجة عيب الاب. والام برضو الأم بتسبب، يعني الأم لما هتعيب في الراجل أو مثلا هتقول في عيوبه أو كده، في الآخر المجتمع بيتقبل عيوب الرجل. ده في ولكن كل حاجة، ولكن المجتمع للأسف بيتقبل عيوب الرجل في الكلمة كل حاجة. مهما كانت بسيطة على الأنثى هي بتشوه منها، تمام. وبيظل المجتمع فاكرها جدا، فما بالك أولادها. ليه يا دكتورة؟ هل علشان احنا كمجتمع عربي هو ده الفكر عندنا انه مقبول من الرجل اي شيء حتى الخطأ ومش مقبول من المرأة؟ دي حقيقة، دي حقيقة، احنا لازم نكون مستسلمين ليها. هل الحقيقة دي هو يعني ده الضغط كتبت الأساسي، مفروضة ولا دي موروثات دي فكرية؟ موروثات، دي للأسف موروثات. وللأسف برضو احنا لما اتجهنا لتحرر المرأة والمرأة لازم تكون حرة، في نماذج كتير شوهت الحرية دي. طب دكتورة في عندي تعليقات هنا في عجالة كده عايزين نرد عليها. عندي تعليق أو كومنتس كان بيقول طفلي محروم من رؤية والده وأنا المذنبة. حرام عليها حرام عليها. طبعا، هي هتلاقي شخصية نفسية سيئة، بيكسر في حاجته، ملوش أصحاب، طول الوقت عايز، هي بتصنع ايه يعني؟ تمام. هي لما تعمل كده مذنبة، طب هي ايه ذنب أولادك؟ أولادك محتاجين لأب، انتي لما تربيتي كان عندك أب، هما محتاجين أب، انتي ما تشوفيهوش، مش مطلوب منك ان انتي تشوفيه. تمام. كومنت تاني كده، الطليق يشوه صورتي أمام أولادي. ده عليه ربنا. ده اللي بقوله لحضرتك، هو مش هيكسب اي حاجة، هو ومع الوقت صدقيني الكويس بيتعرف والسيء بيتعرف. تمام. بس انت شكلك هيبقى قدام اولادك سيء جدا، لانك هتطلع كذاب مخادع تمام. بتغير في الحقائق. اعمل حساب لما تكبر هتحتاجهم جنبك. دكتورة مع الأسف وصلنا لنهاية الحلقة ونورتينا وأفدتينا بالكلام، ميرسي. وإن شاء الله يبقى في حلقة برضو تانية مطولة. إن شاء مرسي الله. لك يا دكتورة. أعزائي ميرسي. المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا، ويا رب تكونوا استفدتوا، وانتظروني الأسبوع المقبل إن شاء الله، ويسعد مساكم.